السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. أنا في مدينة بيرن، متواجد أمام محطة القطار، هي هذه ومشرفة على ساحة كبيرة وبنايات شامخة، يعني عريضة عريضة الشكل، ماشي شامخة ناطحة السحاب، لا مكيناش. وهنايا الطوبيسات أجوجو بزاف بزاف خوت، وفي هذه الساحه الخوت نورمالمون ملي كتكون الشموش راه كيكونوا الناس كيديروا واحد الاستعراضات ديالهم، هذا فنان هذا رسام هذا، كتكون واحد اللوحه جميله في هذا المكان هذا. وانتم كتشوفوا الخوت واحد القضيه لي بيسيكليت، هانتوما شوفوا لي بيسيكليت اغوغو ما كاينش غارديان، كتجي كتدير تحط السبيكره ديالك، دير لها القفل ديالها وسير فين ما بغيتي وتجي تلقى التيكالا ديالك. يا سلام على الدراجه هذا الصاروخ. هانتوما كندير لكم مثال في هذا المكان هذا اللي لي بيسيكلات موجودين. الخوت هذا الاخ كيدير ليفريزون ديال لا مارشانديز نورمالمون، هذه البيكالا اللي عنده بيكالا، وفي نفس الوقت كاين لا باتري باش كتمشي بلا ما يبيدالي. فوالا وانتم كتشوفوا الخوت لي بيسيكليت هنا، وكتسمعوا الجرس ديال الكنيسه. هذه هي ليغليز الخوت، حنا الآن قاطعين عندنا الحق، الضوء الخضر شعل. هذا السامبول ديال الدب، لان هنا في هذه المنطقه ديال كتسمى سويس الموند، يعني المنطقه اللي جات ملاصقه مع الالمان، عندهم هذا الشعار ديال الدب، هو الدب عندهم موجود موجود عندهم في الغابات ديالهم وداك الشيء. فلهذا كاين هذا السامبول هذا كيبرهن على انها منطقه اللي كيكون فيها الدب. فوالا وانا اللي جابني لهاد البليصه هادي هو هاد الشجر، عنده الاوراق ديالو بويد، يعني سون بلونش لي في ديالو، الاوراق ديالو بيضاء. هذه المنطقة كتعتمد على البيسيكليت على ما فهمت انا في هذا المنظر، وفكرتني في لا هولاند. لا هولاند عندهم بيكالات، تصوروا لا هولاند، لا هولاند يعني بلد متقدم يعتمد الشعب ديالو في المواصلات اكثرية كيعملوا البيكالات، ولكن انا كنقارنها بمراكش. افون كنت كنمشي لمراكش كانت المراكشيين كيعتمدوا على البيكالات بزاف كوسيله للنقل، ولكن هذا الاول الاخير ولات
ولات مراكش عند ما بقاش البيكالات كدور، ولات كيبان لي غير الماطر ديال الشينوا خدامين مزيان. و يعني الا بغيتي تقول بالمقارنه مع هولندا، مراكش احسن من هولندا على حساب على هذا الحساب، انها كتستهلك كتستعمل الماطر، ما كتستعملش البيكالات، ما بقاش كتستعمل البيكالات. اذا لا داعي للمقارنه، وانما غير كتفسير وصافي كتوضيح. دائما النظام الخوت، دائما ما خصناش، ما يمكنش نمر في شي منطقه وما نتكلمش على هذه المسائل. انت ما كتشوفوا بالمناسبه ان هذا السيد لاح الزبل في المكان ديالو، ما لاحوش في بلاصه ديال لي بيت اللي هما القراعي الميكا، ولا في الالومنيوم، ولا في بلاصه ديال البابي. انت ما كتشوفوا الخوت بابي الي صافي الالومنيوم، بيت صافي دير عندهم لي بيت هو البلاستيك، القراعي البلاستيك. غادي ابي فول هو داكشي لي زوردير، يعني كل ما هو كوي سميتو شي حاجه موسخه، مثلا المشوار مثلا، فوالا. شوف الخوت، هادي لا سال داتونت لتحت، اونفا ماشي سال داتونت، هما غاديين كراسه باش الناس يسترحوا، ولكن البوليس دائما كاينين وكيديروا فيريفيكاسيون. شي واحد لقاوه مثلا كيديروا نوتيفيكاسيون صافي، فوالا. المهم كيديروا لو غول ديالهم، والناس كتشوف بان كاين البوليس، فوالا، كاين الامن والامان يا الخوت. رغم ان كاين الامان، البوليس موجود. وعلى فكره ان سويسرا عمرها ما دخلت لشي حرب منذ القدم، ولكن ما تيخطاهاش العسكر، عندها العسكر ديالها، وكيمشيو كيدربوا هنا في لاسويس، وكيدربوا حتى في فرنسا في لامارين وداكشي. يعني خلى هذاك المثل المغربي ديال قال لك وجد العصا قبل الغنم. وجد العصا قبل الغنم. انتما الخوت، المساله ديال اللي تكلمت عليها ديال القراعي ولي زوردير اكسترا، كاين لتحت كاين الفوق كاين اغوغو، كاين في الشمال في الشمال في اليمين وحده قدامي هنايا. والنقا الحمد لله النقا. شي جالس كياكل، شي جالس كيتفرج كله.
أهلا الخوت، غنخليكم على خير، تبارك الله عليكم. ما بقالنا إلا نرجعوا للسكن ديالنا والمدينة ديالنا، هذا هو الوقت. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، وكنتسينوا الدعم ديالكم دائما. كنسعاكم ونسعوا الله جميعا في هذا المجال ديال البارتاج وديال المشاركة واللايك، وعطيونا أسئلة في التعليقات ديالكم، عطيونا أسئلة وطلبوا منا شي طلبات اللي نقدروا نمشيو بعد، يعني نستجبوا لكم على قدر الإمكان. هذا ما كان، تبارك الله عليكم الخوت، الله يحفظكم.